أنا اليوم طبخت طبخة فتة فروج، اخترت لها طبخة لأنها طبخة يعني على الإمكانيات، طبخة يعني قطرة رز، قطرة خبز، ويعني بفتها الفروج وبيتزفروا هالولاد، يعني بيتزفروا الكل، يعني مشان ما واحد ياكل كلهم بياكلوا. قديش كيلو نفخات؟ 1750. والجناحات؟ 1750. قلت لي معلم كيليين. يلا على التمر الهندي يا تمر. بشتغل تحت ايد الدكتورة، يعني مستخدمة، وبنفس الوقت يعني ربت اسرة، وان شاء الله ربي ان شاء الله ما يضيع لي تعب. بنصح الامهات، يعني كل انسان يمر عليها هالظروف، كل انسان يعني عنده مر بهالظروف ونفس الظروف، بنصحها انها تصبر وتقاوم وتكافح، لانه ان شاء الله ان الاجر والثواب كل الامهات اللي هلق عم يسمعوني. اقعدوا هدى الصايمين، اقعدوا تعال قيس تعطي فضلك هون تعال.